الاهلي والاهلي وصل للنهائي وكسب مباراه النهارده، هتكون المره ال 13 في تاريخه اللي يوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا. ودايما يعني يا احمد مباريات الاهلي مع الانديه المغربيه بتبقى بتتسم يعني بالحماسه والحماس والاثاره، وخصوصا طبعا نادي الوداد اللي من اكثر الفرق اللي واجهت النادي الاهلي طبعا في دوري ابطال افريقيا. اللعيبه عندها خبره كبيره قوي، وطبعا احنا بنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي كلها ثقه النهارده في اللعيبه، ان هم ان شاء الله يقدروا يمشوا رتم المباراه زي ما هم عايزينه ويمتصوا كده حماس لعيبه الوداد من الاول. يعني نتمنى ان شاء الله نشوف ماتش ممتع من لاعبتنا. انا بيتهيالي انه فرقه النادي الاهلي النهارده على موعد مع لقاء تقدم فيه متعه لجماهير النادي الاهلي. ما عندناش، ما اعتقدش من سنين طويله جدا ما دخلناش في ماتش قبل نهائي في عوده مباراه عوده على وجه التحديد بفكره الاريحيه دي. دايما كان بيبقى فيه توتر، دايما كان بيبقى فيه ضغط عصبي، وبالتاكيد ده كان بيبقى ليه تاثيره على مستوى اللعيبه في الملعب. لكن النهارده ما عندناش ده، وده بيتهيالي يساعد اللعيبه اكتر انها تركز في انها تمتع جماهيرها وتحقق نتيجة إيجابية في مباراة النهاردة، بصرف النظر عما تحقق في مباراة الوداد في جزءها الأول. خلينا نروح لفصل مع حضراتكم ونرجع نتابع أخبار فرقتنا إيه النهارده.